دونك نبداو في الكور نتاع جافا سكريبت. دونك لهنا جافا سكريبت هو لانجاج، لانجاج هذا يخدم ويب، فهمتني؟ تسيرو الانتربريتاسيون نتاعو من النافيغاتور، كي تكتب مع الكود نتاع ال HTML معناها يتسمى كلاينت سايز، معناها كوتي كليون، فهمتني؟ موش كوتي سيرفر. لانجاج اللي باش تقراوها من بعد اللي هي ال PHP هي باش تكون كوتي سيرفر، معناها باش تولي تتعامل مع سيرفر. لهنا اللونجاج نتاعنا سنسيبل على كاس، معناها حاجه سنسيبل على كاس، معناها تفرق ما بين الماجيسكول والمينيسكول. دونك في الكتيبه انا سي ديما باش نكتبو كونفينابلمون كيما لي سيمي موجودين، معناها كي باش تلقى حاجه مكتوبه بماجيسكول ومينيسكول راهي ماهيش زينه، راهي هذيك الفورم نتاعها كيفاش لازم تتكتب، فهمتني؟ اللونجاج هذايا هي لونجاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، هو مازلتو ما قريتوش لورينتي اوبجي وما تعرفش لورينتي اوبجي. مي لهنا باش تبدا بشويه بشويه تستانس بالستيل نتاع لورينتي اوبجي. ديجا حتى كي باش تقرا في الفاكولتي باش تلقى روحك بلوس او موا قريب اللونجاج اللي باش تقرا مثلا جافا، كي باش تقرا جافا باش تلقى روحك فاهم بلوس او موا شنو لازمك تكتب، شنو تكتب، فهمت؟ تقعد بعد كيلكو نوسيون باش تزيدو بشويه بشويه. خاطر احنا باغ اكزومبل في الالغوريتميك ولا في البروغراماسيون على الباسكال ولا على اي لونجاج نكتبو مثلا لونج سي هاش لاف ولاف ان طونك فونكسيون نابليكيو على الشين هذيك. لهنا لهنا نوليو نكتبو عندنا هيرارشي، هيرارشي كيما هذايا مثلا ويندو بوان دوكيمنت بوان حاجه بوان حاجه، فهمت؟ بلوز او موان تظهر لك شويه تشبه لونجسترمون في الاكسيل لي شون. معناها لهنا نولي نكتب سي هاش بوان لاف، معناها نابليكي لونج على السي هاش الشين اللي هي قبل به. لهنا وين نكتب الهاش، وين نكتب الجافا سكريبت نتاعي؟ نجم نكتبو في ال ديريكت مع ال HTML كيما نجم نكتب في فيشيه وحده. معناتها ريت لهنا باش نكتب في ال HTML نجي لهنا نستعمل في البالي سكريبت، نحط لانجويج جافا سكريبت ولا حتى ما تحطش لانجويج، ديجا النافيغاتور وحده يديتكت يعرف لي هذاك جافا، فهمتني؟ وتحط الكود نتاع السكريبت نتاعك لهنا، والسكريبت هذاك ابليكي على لي زيليمون اللي موجودين عندك في ال HTML. سينو تنجم تعمل باج وحدها وتخدم فيها جافا سكريبت ليكستنسيون تاعها بوان جي اس وتعيط لها في وسط الاش تي ام اي، معناها كيما الفورم هذي. ريت لهنا تو هوني شاش قالك، قالك نجم نكتبو ما بين الهيد والسلاش هيد، كيما نجم نكتبو ما بين لونتيت والكور، معناها ما بين السلاش هيد والبادي، كيما نجم نكتبو في وسط الكور، كيما نجم نكتب في فيشي اكستير. في فيشي اكستير كيفاش؟ نعمل سكريبت لانجويج جافا سكريبت سورس نتاعي ونحط اسم الفيشي، بيان سور كان اسم الفيشي فرد دوسي مع الباج نتاعك، سينو تعطي الشوما كامل. ولهنا ما تكتب حتى شيء، اي سكريبت باش تكتبه لهنا ما يصيرلوش ليكزيكسيون، ما يصيرلوش بلوتو الانتربريتاسيون، يولي ياخذ لي سكريبت ديريكتومون من الفيشي هذاك. واضح به. دونك لهنا اول حاجه باش نبداوها كيما العاده، معناها اذا كان عندك كود، خاطر انت لهنا الكود ماهوش لونجاج نتاع كومبيلاسيون و اكزيكسيون. معناتها في الكومبيلاسيون شنو يصير بالضبط؟ كومبيلي الباج نتاعك اللي فيها سكريبت، السكريبت يشوفه صحيح ولا غلط ويقف لك في غلط، فهمت؟ لهنا انتربريتاسيون، اش معناها انتربريتاسيون؟ يهز بالانستركسيون و اكزيكوتيها اوتوماتيك، كي يلقى انستركسيون فيها مشكله ولا حاجه يتبلانتا فيها هي. معناها ساعات تبدا عندك مشكله في الكود نتاعك، فهمتني؟ حرف ساعات ولا بوان فيرغول الكود كله ما يخدمش، خاطر تنجم تكون المشكله هذيك من الاول، اول ما جاي اكزيكوتي في الكود نتاع الجافا سكريبت لقى ليني سافا با وقف فيه. دونك اوتوماتيكمون يلزمك تبدا تتبع، باش تبدا تتبع باش باللي كومونتير. عندي كان باش نحط ليني في كومونتير نعمل دوبل سلاش، وكان باش نحط بلوك كامل في كومونتير نعمل سلاش اتوال، نحط البلوك نتاعي اتوال سلاش مسكر عليه، باش نعرف بلوز او موا لهنا. خاطر جينيرالمون احنا في البروغراماسيون نبداو بشويه بشويه، نحط اون كومونتير ونبدا كل مره نخرج بارتي من الكومونتير حتى اللي نعرف غلطتي وين، فهمت؟ معناها خدمه نتاع شويه وصعبه با بلوس، ماهيش حاجه نراو انورم، معناها باش تتعلم خدمه يلزمها برشا تخمام ولا لا، بشويه بشويه. فما هيرارشي معينه في الباج، عندنا الويندو اللي هي لا باج كورونت، ريت هذه باج كلها قدامي هي الويندو نتاعي. في الويندو عندك الدوكيمنت، الدوكيمنت هو الدوكيمنت اللي قاعد تستعمل فيه. الدوكيمنت هذاك موجود فيه توسكي الهيستوريك وتوسكي لوكيشن نتاع
tout ce qui est location de mémoire ولا les coquilles ولا الحاجات هذوك ما احنا مش نخدموا عليهم ياسر تو احنا باش نخدموا ديريكت على الدوكيومون الدوكيومون شنو نجم نلقى فيه نجم نلقى فيه لي سيني اللي هما لي ليان انترن الموجودين عندنا نجم نلقى الفورمولير نجم نلقى دي زيماج نجم نلقى دي ليان وكيف كيف لاكسي من الفورمولير باش تلقى فيه دي زيليمون زون دو تيكست مود باس انسي دو سويت فهمت دونك لاكسي باش يكون نجم تحط ويندو كيما تنجم ما تحطهاش خاطر انت بطبيعتك تخدم في الويندو هذيك دوكيومون مثلا بوان اسم الفورمولير مثلا نسميه الفورمولير ماي فارم دوكيومون بوان ماي فارم بوان اسم الزون مثلا اسمه كيما نقولوا مود باس ولا باسورد بوان باسورد هذاك باش ناكسيدي للباج دونك لهنا البارتي شفناها الحاجه القويه في تو سكي لونجاج كيما هذوما كيما جافا سكريبت فماش ديكلاراسيون بلوز او موان فهمت معناها ما نجيش نقول له اكس دو بوان انتجر ولا دو بوان انت ولا فلوت ولا ريال ولا فهمت لا عندي ديريكت عندي دو فاسون عندي فاسون اكسبليسيت بالفار نكتب قبلها كلمه فار فهمني عندي فاسون امبليسيت ديريكت نصب فيها فالور لي اقوى من هذا نجم جي اكس نصب له 1 مثلا ولا نصب له فالور اونتير نخدم بها بعد نقول له اكس رسوا شيء نكمل نخدم بها شيء فهمت معناها لاني ما يستحقش ديكلاراسيون عندي كلكو تيب جينيرالمون نستعملوهم وهما بيدهم نعملوا بهم الكاست الكاست هي الكونفرسيون ريت احنا في اللجو مثلا عندنا كونف سي هاش وفال وكريقه ذاك نبدل من اونتي لشين ومشي لونتي لهنا ليه لهنا اقوى نجم جي عندي شين نعمل النمبر نتاعها ديريكتومون تتبدل لي النمبر بيان سور اذا كان الشين هذيك فهذا نونتي فهمت وعندي تيب بولير وعندي تيب سترينغ دونك اللي نخدموا عليها عندي لا فالور نال 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 مش معناها نول في المات نول في المات هو زيرو اي ولا لا لهنا نال معناها لابسونس دون فالور احنا مش نجيو ساعات نقول لك لا مش انا ساعات نقول لك راهو بيك ما عملتش لينيسياليزاسيون تاع الحاجه تقول لي هي ديجا ما صبيتش فيها نقول لك ليه راهو انيسيالمون ما تكونش فيد وحدها ولا فيها زيرو واحد فهمت لو فيد لو فيد سي اون فالور فالور فيد جيت للشين قلت لها رسوا فيد فيها فالور فالور فارغه فهمت هذه نال معناها ما فيهاش فالور جمله ما فماش فالور فهمتني ما تنجم ما تعبيتش ما صار لهش انيسياليزاسيون واضح دونك لاني تيب نمبر تيب نمبر هو بيدو ينجم يقبل تيب ريال ونجم يقبل تيب اونتي وبيان سور لونتي ولي ريال عندنا في الانفورماتيك فيهم بارتي بلس وبارتي موان بالتيب بولين اللي فيه ترو فالس وسترينغ تو سكي دي شين بيان سور ديليميتي باللي كوت دوبل كوت نتاعها فيزيبيليتي دي فاريابل فيزيبيليتي نعرفوها في تو سكي فاريابل جلوبال وفاريابل لوكال اي ولا لا به لي فاريابل جلوبو اي فاريابل جلوبال وكانت تستعملها في الفونكسيونيت وفي البروغرام تاعك ما هاكا مستنسي نخدموا باهي لهنا اي فاريابل باش تديكلاريها اوتوماتيكمون باش تمشي جلوبال في الخدمه باهي في وسط الفونكسيون في وسط فونكسيون مثلا عندي فونكسيون اسمها من عرش انا سا باهي وانت مديكلاري اي تخدم بيه كي تستعمل الاي باش ياخذ الاي اللي ديكلاريته في الجلوبال اوتوماتيكمون فهمتني وقتاش يولي لوكال كي نزيد قدامه كلمه فار كي نزيد قدام الحاجه كلمه اي هذاك نزيد قدامه فار يولي يخدم كان لوكال تولي كان الفونكسيون هذيك تعرف واضح غير او جوست انا نعم في رابيل على الكور باش من بعد كي نبدا نخدم تبدا فاهم معايا بلوز او موان باهي توا لهنا في الكونفرسيون دو تيب اللي هو الكاست اللي حكينا عليه انا فونكسيون اسمها از نوت ا نمبر از نان از نوت ا نمبر رايت تكتب لي دو زين ماجيسكول واضح از نوت ا نمبر تستيلي اسكو لونتري نتاعها اي تان نمبر ولا لا كي نعطيها خمسه خمسه نمبر ولا لا از نوت ا نمبر ترجع لي فولس قلت له هذا ماهوش نمرو هو نمرو دونك اوتوماتيكمون فولس باه انا فونكسيون ايفال ليفال تعمل حاجتي تنجم تعمل لي ايفالواسيون تاع شين تحسبها لي وترجع كيما تنجم تبدل لي من لونتي للشي من الشين لونتي نجي مثلا ناخذ سي هاش لهنا فيها 3 بلس 5 ريتها شين فيها اوبيراتور اوتوماتيكمون كي نعمل ليفال يحسبها
حتى لو ما حتى لو فيها سور. واضح؟ باهي. عندنا string وعندنا number. string باش ناخذ شيء باش ناخذ اونتيي نعمل string نتاعو اللي هي كونف سي اتش. قلت له هنا نعمل number بتاع سي اتش يرجع لي 5 خاطر سي اتش فيها شين 5. نعمل string نتاع شين 5 هذايا ليكس string نتاع ليكس اللي هو اونتيي يرجع لي شين 5. واضح؟ باهي. توا عندنا لي زوبيراتور باش نشوفوا شنو لي زوبيراتور دو كالكول شنو لي زوبيراتور دو كومباريزون. Les opérateurs de calcul qui m'attarafam, عندك plus ou moins ou fois ou sur, sur la division عندي بالفاصل. واضح تنشوفوا بلاش فاصل كيفاش. عندنا البورسون في الانفورماتيك ديما البورسون هو المود، مودولو. دونك هذه المود، هاو لي فالور لهنا نتاع اكس و يكغيك، من بعد تنخلي لكم الكور ان شاء الله موجود على الدرايف. وكي نهبط اليان ديجا نتاع كي نهبط الفيديو تن في الديسكريبشن نحط اليان نتاع الكور هذا باش من بعد اللي حب يكسيدي والكور بطبيعته انتم عندكم. اموركم واضحه. باهي. دونك عندنا ايغال ليغال لهنا تولي افكتاسيون ريتها الرسوا دو بوان ايغال في جافا في الباسكال تولي لهنا ايغال. واضح؟ ليغال هي لافكتاسيون والدوبل ايغال هي ليغاليتي. ريت دوبل ايغال لهنا ايغاليتي انفيريور سوبيريور ايغال رسوا هي الرسوا ودوبل ايغال هي ليغاليتي. دونك عندنا سوبيريور انفيريور انفيريور ايغال سوبيريور سوبيريور ايغال وهذه ديفيرون ديفيرون بوان ديكسكلاماسيون. واضح؟ باهي. عندنا الدوبل اند هي الاي الدوبل بايب تتكتب باللال جي ار 6 البايب تتكتب في الواد باللال جي ار 6 لالت اللي بجنب الاسباس على اليمين والستة اللي الفوق يعمل لك كي سلاش واقف. دوبل بايب هي الاو وعلى البوان ديكسكلاماسيون هو النوت نو. واضحة؟ مريقلة نتعدي. توا فما دي زوبيراتور لوجيك جدد هذوما بلوز موا بارابور الاخرين هذوما مش تحب تخدم بالاخرين انت حر بيان سور فهمني وتحب تخدم بهذوما يسرعوا لك في الكتيبه وفي الواحد ديما خير. عندنا اكس بلس بلس ولا بلس بلس اكس فهمني فما ديفيرونس ما بيناتهم تنفسرها لكم من بعد كي نخدموا خدمه تنفسر لكم شنو الفرق ما بين اكس بلس 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 اكس. هو في الاخر الاكس باش يتبدل فهمت. اما اكس بلس بلس كي نصبها في حاجه ريت كيما هذايا ريت هذه إكس إيغريك رسوا إكس موا موا فهمتني معناها الإيغريك تاخو الإكس وبعد الإكس يعمل موا موا كي نبدل الموا موا قبل الإكس يولي الإيغريك ياخو الفالور ريزولتون. ما فهمتش به واش نفسر لك حاجة. البلوس بلوس راهو انكريمونتاسيون هادي انكريمونتاسيون باش نزيد بلوس ان ما الفالور إكس فيها فيها 4 و الكريك فيها 3 كي نقول له اكس بلس بلس الاكس تلقى فيها 5 زيد 1 بلس بلس معناها اكس رسوا اكس بلس 1 نفس كي نحط هكا ريت كي نحط هكا الكريك اش تاخو تاخو الاكس لا تاخو الاكس تاخو الاكس ومن بعد الاكس تاخو بلس بلس فهمت ريت الكريك ليكريك ليكس قداش ماي 4 لهنا ليكس 4 ليكريك تاخو 4 وليكس تتبدل بخمسة. باهي كان نبدل بلس بلس تولي بالفورم هذه تولي البلس بلس تسير على ليكس ومن بعد الريزلتات تصب في ليكريك فهمت. من في الاخر على ليكس كيف كيف راه على ليكس كيف كيف نفس الريزلتات. واضح؟ يا ليكريك تاخو 5 مريك. باهي عندنا بلس ايكال كيف كيف نفس الحكايه موا موا ديكريمونتاسيون. عندنا البلوس ايغال نقول له اكس بلوس ايغال ايغريك هي اللي بيدها اكس رسوا اكس بلوس ايغريك تي جوست اقل كتيبه با بلوس راه فهمت معناها دي زوبيراتور جدد اقل كتيبه ما الاكس فيها 4 والاكس فيه 3 والكريك فيها 4 الاكس فيها 4 والكريك 3 معناها اكس رسوا اكس بلوس ايغريك دونك في الاخر الاكس تلقى فيه 7. واضح؟ نفسها ابليكي على الموا على الفوا على السور وعلى المود مفهومة؟ باهي توا لي زونتري سورتي لي زونتري سورتي كيما ليكرير واللير في الالجو معناها نقرا ونكتب باهي لي زونتري عندنا وحدة بركة نجمو نقراو بها نحط اسم الفاريابل مثلا اكس ريت كيما نقولو لير اكس اكس رسوا ويندو بوان برامبت هو الفيرب بروندر باش ناخو ونحط ميساج ونجم نكتب فالور بار ديفو
Valeur J est full case par défaut. Ah. Là, je mets les messages. Baraka. Mais là, je me suis dit message ou valeur par défaut. Fais le Pascal. Fais le Pascal maintenant. هذايا باش تخرج فنيتر ريتهم تو سكي يخدموا على الويندو معناها الويندو ريت كيما الاليرت الاليرت كيما الاليرت بالضبط هي تابعه الاليرت ديجا هوني باش تقرا الاليرت ريت مثلا في فيسبوك ولا في حاجه باغ اكزومبل في فيسبوك تكتب كومنتير ومازلت ما عملتش سابميت تاع الكومنتير مازلت معناتها ما كومنتيتش وباش تخرج من الباج تخرج لك فنيتر تقول لك كيسكو تحب تكيتي الباج ولا لا فهمت هذوكم لل تو سكي دي ديالوج دي ديالوج يتحلوا في الويندو ديريكت معناها لهنا يجي مثلا تستي واحنا نحلوا نوت باد باه ناخذوا احنا هاش تي ام ال مثلا اد سلاش اد او بودي سلاش بودي باه هذوما انا باش نسجلهم في في دوسيي Hello, bug 2020, test.html. باهي. باش نجي لهنا مثلا نعمل طبعا يا سكريبت لانجويج ايجال جافا سكريبت شفت لهنا الكلمة جافا سكريبت كي تبدا كلمة لاصقة لبعضها تنجم تحط لها دوبل كوت هكا تنجم ما تحط لهاش من هي بلاش دوبل كوت راهي تخدم واضحة كي تبدا الكلمة فيها اسباس ولا حاجة فوزيت اوبليجي باش تحط دوبل كوت باهي لهنا مثلا باش نجي نقول له باغ اكزومبل اكس رسوا نجم نكتب ويندو بوان ويندو بوان برومبت نجم نكتب برومبت ديريكت خاطر انا ديجا في الويندو برومبت ونقول له باغ اكزومبل Donner un entier. هذا يتنجم تعمل الاكزيكيوشن ديريكت لهنا على اكثر حاجه ماذا بيك في جافا سكريبت كي تبدا تخدم اخدم على الانترنت اكسبلور خاطر حتى كان فما ايرور بلوز او موا يعطيك يقرب لك معناها تعمل الاوتوريزاسيون ريت هالبلاكه ريتو الميساج اللي كتبناه لهنا فما انديفاين ما فماش فالور فهمت نجم انا نكتب بو نامبورت لهنا نعم السبمت نتاعي تعدى على روح باهي لهنا نجم نزيد فالور راهو بار ديفو نحب مثلا موجوده الفالور 50 فهمتني نعاود نعمل اكزيكيوشن دونك ريتا بار ديفو ولات الفالور 50 موجود واضح ريغلو باهي باهي دونك هذايا اذا كان نحطو اون كومنتير ما عادش يصير له اكزيكيوشن ريتو يولي ديجا اون فير لهنا باه لي سورتي لي سورتي توا هذي لي زونتري باش ندخل انا حاجه للسيستم انا قلت لك انا نخدم في الويندو ديجا الكورونت موجود نجم نستغنى عليها كلمه ويندو فهمت يعني ديريكت نتعدى البرومبت جينيرالمون تعرف وقتاش احنا نخدمو بالويندو فهمتني كي نبدا بار اكزومبل من سيستم جاكسيد لسيستم اخرى ولا من باج نكسيد الباج اخرى في سكريبت نتاعها ولا فهمت جيسي وقتها باش نحط له انا هي لي فنيتر اللي نخدم عليهم اما هوني اوتوماتيكمون تنجم تخدم ديريكت بالبرومبت نجم كيما تكتب ويندو باهي توا هذوما لي زونتري عندنا فاسون بركه باش ندخلوا للسيستيم حاجه معناها باش ندخل للجافا سكريبت فالور توا جافا سكريبت باش يرجع لي هو فالور باش يافيشي لي دونك هما تو سكي سورتي عندنا اليرت اليرت اللي هي فنيتر بلوكونت واضح تخدم على الويندو وعندنا رايت رايت تخدم على الدوكيمون اش معناها؟ معناها اكتب لي في وسط الدوكيومون هذاك واضح؟ هذه تقرا اليرت باش تخرج ميساج مي ميساج في الكيما نفس اللي شو اسمع اليرت تخدم على الويندو وراي تخدم على الدوكيومون على الدوكيومون بيدو مش على الويندو الويندو معناها فنيتر بلوكونت راهي باش تخرج شفت لهنا لهنا مثلا باش نجي نقول له اليرت
كيما نقولوا هلا باهي في الاكزيكيوشن تاعها راهي لهنا فنيتر بلوكونت ما نجم نعمل حتى شيء تسمع ديجا فهمت تو نجم شفت لهنا دوكيمنت بوان رايت هلو تعلم اكاديمي لهنا تو باش تولي ابار انه تكتب قدامي لهنا تعمل ريفريش ريت لهنا هذه ديجا ريتو سكريبت ما تكتبش علاش خاطر ما نجم يتعدى الانستركشن الا ما تفاليدي انت كي نفاليدي وقتها يولي يكتب لي لهنا واضحه اللي اقوى من هذايا اللي اقوى من هذايا في وسط ها هي في وسط الرايت نجم جيكري دي باليز ب مثلا بولد ايتاليك نسكر الايتاليك ونسكر البولد ريت لهنا فهمت معناها لي باليز اللي تعرفهم الكل تاش تكتبهم مثلا نجي لهنا نكتب بار اكزامبل فونت كولر ايجال ريد نسكر الفونت راه المساج هذا نحبو اون غوج واضح مفهومة باه معناها ديجا بالجافا سكريبت نجم تعمل انتراكشن في وسط الكود تنجم تبدل في الكود نتاعك فهمتني نفس الحكاية باش نوليو نعملو الانتراكشن هذيا ما بين الجزيدة ال بي اتش بي كيفاش بار اكزومبل انا في السيرفر نتاعي عندي 10 عباد فهمت هي شنو الفرق لهنا باج ويب ستاتيك اش معناها ستاتيك معناها الباج نتاعي ما تتبدلش ريت هذا تبرجيه في سيرفر نفس اللي باش تبرجيه نفس اللي باش تلقاه كي تولي باج ويب ديناميك تولي سولون لي دوني اللي موجودين في الباز معناها كان انا عندي 10 من الناس ولا 10 ارتيكل واتر باش يخرجوا 10 عندي 100 باش يخرجوا 100 فهمتني دونك نولي نكسيدي للسيرفر نتاعي للباز دو دوني نتاعي نبدل فيها شنو نحب والناس الكل تولي تجي الميزاجور فهمت مريقل باه دونك نعاودو نرجعو للكور نتاعنا باه هذايا دونك نجم نكتب ميساج كيما توا كتبنا نجم نكتب ميساج ولا سقلو فاريابل لهنا الانتراكسيون كلها شو القوة ريت لهنا البرومبت راهي ديما راهي ديما وراهي ديما وراهي ديما ونقعد نعاود فيها ونقول فيها راهي ديما تعطيك شين واضح هاو فسر لك شو معناها ديما تعطيك شين نعاود نرجع هذه كي نحب نحط بلوك ان كومنتير شو قلنا نعملو سلاش اتوال اتوال سلاش ريتو ولا البلوك هذا ان كومنتير ليه توا هذايا باش نحي انا لا فالور باغ ديفو ولا نحطها زيرو مثلا يا ونجي لهنا نعمل اليرت بار اكزومبل شو انا باش نجي نقول له اكس رسوا اكس بلس 12 باهي هاكا 12 اونتي ريتها كيما نقولوا لا فالور اي بلس اكس واضح ب نمشي توا الباج نتاعنا ريت لهنا انا عندي 12 باش نحط 18 نورمالمون الريزولتا باش تكون 30 الريزولتا باش تجيني 18 12 علاش اوتوماتيكمون قراها التيب نتاعها لازم نعملو لها نمبر اوتوماتيكمون يقراها شين كيلكو سوا فهمت كيل كو سوا لا فالور هاي لا فالور ريالمون حاطينا اونتيير نجم مش نديكلاريها فمش ديكلاراسيون نعملو كاستينغ كاست بلوتو نكاستيوها معناها نكونفرتيها فهمتني نجي لهنا باغ اكزومبل نجم نجي لهنا نعمل نمبر نتاع البرومبت هذيك ولا نجي من بعد ما نقراها نقول له اكس لو سوا نمبر دو اكس فهمتني معناها نجي نعمل نمبر نمبر راهي الان ماجيسكول ما تحطش ان ماجيسكول راهي ما تخدمش شفت لهنا تو نحط 18 تولي لي 30 واضح هاو لهنا تيب ديرور حط نمبر مينيسكول ما فما شيء ريتو فما حتى شيء عبارة فماش كود جافا
واضح؟ دونك نعاود نرجع ها هاي هذيك هي يلزمك تحارب، يلزم توسع بالك كل حاجة باش تكتبها. الور لا كنشوف في الكوريكسيون عندي ساعات نعطي الاولاد تي بي يندوخ تعدي بسوايع وانت تغزر الكود وكل واحد شنو تطلع غلط فهمني، واحد ينسالك بوان فيرغول ها تنسى بوان فيرغول. باه هنا تتعدى خاطر ما فهميش كود كبير. اما جينيرالمون مثلا ريت هذا ما هاي اكثر غلطه تلقاها مثلا يكتب لك روسوا كيما مستنس يكتب فيها في الواقع فهمني. معناها شوف شفت لهنا يغلط يكتب روسوا، ريت يكتب روسوا كيما مستنس في الباسكال، هذه اكثر غلطه ديما نلقاها. وكاو وفيه غادي الكود جافا غادي وفيه بديت القصه نتاعو فهمت. اما هو شنو الحاجه الباهيه ديما في الباك راهو يصلحوا بالكود، معناها حتى كان ليكزيكيوشن راهو ما يخزروش ليكزيكيوشن، فماش نوت على ليكزيكيوشن، فما حتى نوت على ليكزيكيوشن في حتى تي بي زد ما فماش جمل هكاك. شنو يعطيك اربع بونتو يتخلي له تي بي فارغ وتروح تاخذ اربع، فما بعد يجي في واحد واثنين معنا فهمت. به شنو نكملوا تو يلا كملوا ملف ال با في الباك لي ديجا وريتهم برشا الاولاد الباكيت ما فيهمش. به على الاخرانيه اللي هي الكونفيرم، كونفيرم هذه حاجه مزيانه على الاخر. هذه الكونفيرماسيون اللي هي بار اكزومبل تجي خارج من باج يقول لك تحب تقعد في الباج ولا تحب تخرج فهمت. مثلا نجي لهنا دونك عرفش بسالك لي فاريابل هذيك اسم تاع فاريابل مثلا سميها اوكي سميها تيست سميها شنو تحب ايجال كونفيرم. به مثلا بار اكزومبل به فولي فو مثلا كيتي سيت باج ريت الكونفيرماسيون تولي فيها حاجتين فريتر زيدا بلوكونت فيها الميساج اللي حطيته فيها اوكي ولا انولي. هذه كان بعد انت تحب تعمل ريديريكت ولا تحب تعمل فهمت هذيك فازت اخرى بعد ما هي ما تتسكرش هوني مش باش نسكروها. هذا هي ميساج دو كونفيرماسيون بار اكزومبل انت لاني في الفيسبوك يعمل تشيك اسكو انت بعثت الكومنتير بتاعك ولا لا، ما بعثتش يخرج لك البلاك هذيك يقول لك تحب تقعد في الباج ولا نكمل نمشي الباج الاخرى على روح. به لهنا في الكونفيرم احنا مازلنا ما سرحناش شويه باش نوريك، ما هي تيست ايف عادي معناها احنا ما عندناش ذين لهنا وبيجين وان فهمني، عندنا كولاد اوف رونت كولاد فيرمونت. به نجي نقول ايف اوكي اش معناها ايف اوكي؟ معناها ايف اوكي قال ترو كان لوكي فري فهمت. اليرت مثلا بار اكزومبل ما نعرفش مثلا باي else else كل واحدة عندها begin وand متاحة، مش نحل لكولا دو فرونت لهنا نسكرها لهنا، حل لهنا قبل else وحل لهنا للelse على روح. مثلا alert welcome توا تولي تو ديبونس شنو هو نزل كان نزل لوكي خرج لي باي كان نزل لانولي باش تخرج لي welcome، معناها واحدة ترجع ترو والأخرى ترجع فاز واضحة؟ فما بيان سور اش تعمل كل شيء لهنا. به دونك ديجا احنا سبقنا دخلنا في الستركتور هاكا إيف كونديسيونيت واحدة اوفرونت فيرمونت نحب عندي دوبل شوا إيف و إلس فهمت. فما فورم جديدة متاع كتيبة معناها بارابور اللي قريتو قبل اللي هي الفورم هذايا باش نفسر ريتها if و else هذي شنو هي الكونديسيون متاعي اوكي حط اوكي لهنا حط نقطة تعجب اش معناها بوان دانتيروغاسيون معناها اللي قبلي اللي قبلي راه لا
ليه يفك حاجة أوكي كي نكتب حاجة بوليان أنا معناها حاجة بوليان قالت ترو ولا فولس فهمت به اللي قبلي راهو كونديسيون بار اكزومبل كان كاني انا كاتب لهنا اكس سوبيريور 20 نكتب لهنا اكس سوبيريور 20 كان الكونديسيون صحيحه ماني باش ندخل في التريتمون الاول نجي لهنا نكتب تريتمون الاول واضح هذا تريتمون الاول دو بوين معناها انا في الالس تكتب تريتمون الثاني مفهومة دوك نفس الحكاية نفس التيست كنحط اوكي كتب لي باي وكنحط نعم شي كتب لي ويل فهمت معناها سي تريتمون هذا الور يكزيكوتي هذا سي نو يكزيكوتي هذا واضح ريغلا نتعداو باهي دوك هذايا كال فورم جديده تحب تدبتي روحك تولي تخدم بها تحب تقعد تخدم بالقديم ديما اللي يساعدك انا ديما الرا اللي يساعدك به طبعا سولون اللي هي تولي سويتش فاريابل معناش اوف ولا دو ولا اي حاجه سويتش فاريابل اكولاد اوفرونت فيرمونت مش عندنا الكاسينو احنا في سولون به الكاسينو تولي ديفولت لهنا معناها باغ ديفو فهمتني نحط لي كاز ليكال نتاعي فهمتني ونحط الكا ديفولت اما لهنا لازمك تزيد كلمه بريك بريك اش معناها معناها لو فيت انك دخلت واكزيكوتي التريتمون هذاك قص ما عادش تكمل علاش خاطر هو يكزيكوتي تريتمون اش يعمل يمشي يعمل سولون مثلا الموا اكزيكوتي لك الفالور الاولانيه التريتمون الاول صار له الاكزيكوشن وزيد يدخل لك في ديفولت واضح باش نعملو ان تيست احنا لهنا نشوفو بيه الخدمه بار اكزومبل يلا هذا كله كومونتير ولا بون علاش حاط كومونتير نحي باش نجي ناخو ام مثلا هو نمبر تاع مثلا برومبت مثلا دوني لو موا باهي من بعد نجي لهنا نقولو سويتش لموا ونبدا نختم الخدمه نتاعي باهي باش نشوف لموا فيهم 30 و 31 وانسي دو سويت باهي معنا كيس احنا مش مستانسين في الالجو نكتبو في الالجو ولا في باسكال نكتبو 1 3 5 وانسي دو سويت لا لهنا لا لهنا تولي كيس 1 2 بوان كيس 3 وانسي دو سويت انا باش نكملهم انا ديجا كيس 3 5 اي معناها عندهم نفس الانستركسيون 7 8 10 و 12 باهي هذوما لوش هرش فيهم فيهم 31 باش نعمل اليرت 31 جور واضح كيس 4 كيس 6 و 9 و 11 alert 30 jours باهي قعدت لي الكادو الكادو هو نورمالمون يطلب فيها العام باش يعرف انا بيسكستيل ولا لا اي ولا لا باهي شنو نعملو احنا توا بالضبط باش نجي لهنا نطلب العام حليت بيجين وان خاطر فيها اكثر من انستركسيون فهمت هذو معناها لاكولاد وفرونت وفيرمونت نجي نقول له ا بار اكزومبل دوني لاني بون ما يخرجش لي اكسون لهنا فما انستركسيون زيدها في وحده معناها باليز زيدها في اتش تي ام ال شويه اللي يقرا به ناخذ فورما جديده احنا ماهوش نشوفوها لاني كان قبل قسمه على اربعه معناها كان مود 4 ايجال ايجال 0 معناها العام هذاك فيها 28 29 دو بوان اليرت 28 جور
واضحة؟ دو بوان سينو ايه. قلت له كان لاني قابل القسم على 4 راهو 29 سينو فهمتني؟ ديفولت معناها ديفولت لهنا معناها؟ معناها راهو الموا غالط فهمت؟ باش نعملوا اليرت باغ اكزومبل موا انكوريكت باهي. شوف لهنا تو في الاكزيكيسيون شنو باش يصير؟ يقول يعطيني الموا مثلا نمد له 5 يقول لي راه في 31 جور صحيح يقول لي في 30 جور زاد فهمت وباش يقول لي يعطيني لاني 2020 وباش يقول لي 29 في كان في الاخر يقول لي موا انكوريكت خاطر هي هو فيه تيست واحد يعطيك الصحة هو فيه تيست واحد فهمت كان التيست هذاك خذيه فري اوتوماتيكمون اللي كان عنده اوفري انا ما قصيتلوش ما قلتلوش بريك فهمت معناها نجرب انا مثلا شفت لهنا كان ناخذ موا غلط نحط 15 ديريكت يتعدي لي موا انكوريكت فهمت نجم نحسرو ما نحكي لك شو انا تو انا ريت ليكزامبل الثاني اللي عملته مش معناها راهو ديما يعطيهم لك الكل اما ليه انا عطيته موا اكسبري تو ريت انا كان نحط موا مثلا الموا كات راهو 30 ايام مش باش تخرج لي ريت تخرج 30 وبعد يقول لي اعطيني العام وبعد يقول لي راهو الموا غالط كان اعطيه الموا غالط ديريكتومون نعطيه موا مثلا 50 ما يتعداش يتعدى ما هو ريت كان هو فيه فاريابل نتاع تيست وحدها تتعمل تتحط ترو كان تحط ترو اكزيكوتي لك التريتمون الكل احنا شنو نوليو نعملو نقول له وين تدخل في خدمه عم بريك كان دخلت في خدمه هذا يا عم بريك كيف كيف كان دخلت لهنا يعمل بريك كان لهنا الاخرانية ما تستحقش وهو نجم تستحق ولا ما تستحقش هي خاطر اخر حاجة حطيناها تولي تستحق وقت اللي الديفولت تطلعها من في الاول ولا ليه جينيرالمون ما تتحطش في الاول كان نحط موا 12 تو يولي 31 ويخرج نحط لموا مثلا 4 30 ويخرج نحط لموا مثلا 2 باش يقول لي يعطيني العام نعطيه 2020 باش يقول لي راه في 29 خاطر 2020 قبل قسم على العرب كان نحط 50 باش يعطيني موا انكوريكت واب يخرج واضح ريجل دونك هذيك السولون تو نمشيو للي بوكل باهي عندنا فور لي بوكل بور العاديه هذايا بارتي نتاع الانيسياليزاسيون باش نقولو الكونتور منين يبدا هذايا كونديسيون داري الكونتور شنو مازموش يفوت فهمتني وهذه البروغريسيون هذه البام تاعي معناها الكونتور يقدم بالكعبه يقدم بالاربعه يقدم فهمتوا باهي اجا نعملوا انتي تيست هذا كل نحطوهم كومونتير باش ما يعملوا فريال باش ما يقعدش يصير لي ليكزيكيسيون نحب تصير لي كان ليكزيكيسيون تاع هذه باهي نقولوا الاي يبدا من الا الاي انفيريور او ايكال 5 الاي بلس بلس معناها الاي قدم بالكعبه اي ولا لا به ونجي نكتب له مثلا دوكيمون بوان رايت ليني نيميرو ونحط الاي به ما هو واحد عاد اونتي هذاك باش نلصقوا باش نحط لنا بير بجوستيابة الستار اللي من بعده بير باك راوند باهي نعملوا ليكزيكيسيون تاعنا باش يمشي لي من الان حتى للسانك هذا فما جوست هذي ما واش ديتكتيف فهمني باش يمشي من الان للسانك واضح دونك هذايا البروغريسيون تاعي فهمني كنحط هوني 15 يوصل للكانس خاطر حطيت ايجاليتي باهي حطيت انفيريور ايجال نجم في بلاست اي بلس بلس انفيريور كانس انفيريور ستيكتومون اي 14 نجم نقول له اي رسوا اي بلس 3 ولا هي ريت هذه بيدا راهو نفس الجمله اي رسوا اي بلس 3 هي بلس ايجال 3 واضح باهي لهنا يولي مشى ان زد 3 سيد زد زد 3 4 زد 3 7 يعني دو سويت كي زد 3 بعد 13 مشى ل 16 واضح معناها انت تتحكم في البام تاعك
تتحكم في البام تاعك دو فاسون تنجم تجي لهنا تقول له اسمع معلم راني باش نبدا من 100 لل 15 يكون يولي سوبيريور، فهمت؟ تولي تمشي وتنقص، واضح؟ هاكا من 100 مشي ونقص لين خلط هذا يريد اخر فالور 16 من بعد تعدى ل 13 ماهوش بشي في شي، مفهومه؟ واضحه؟ باهي نمشيو للدوايل. الدوايل هي جديده بارابور اللي تعرفوا انتم، احنا عندنا واي اللي هي طونك، اي ولا لا؟ طونك نون حاجه ولا طونك ا ديفيرون دو بي انسي دو سويت. مثلا بار اكزومبل بي جي سي دي مثلا، شحال ميثود نتاع ديفيرونس دوني A دوني B لهنا راه وريتها كان تحط B ماجيسكول وبعد تخدم B مينيسكول راه ما يعرفهاش، واضح؟ بيان سور، ما ديما نعاود باش من بعد ما تغلطش في B. نقول له وايل ال A ديفيرون دو B، ما يخ الميثود نتاع البي جي سي دي ديفيرونس ثق فوقت اللي يولي ويغو ولا لا، دونك ال A ديفيرون دو B يقعد يحسب. شنو باش يحسب؟ كان ال A اكبر من B A رسوا موا ايغال B سينو دو بوان B موا ايغال A، فهمتني؟ شنو؟ لا هذه ميثود دا ديفيرونس، كل ا اكبر من بي نقص الأ بي سينو نقص للبي ا، وهاذيك هي كلو بي جست لهنا انا جوي سوفغاردي اكس رسوا ا و يغريك رسوا بي جست باش من بعد في الافيشاج نلقاهم خاطر انا نبدل فيهم الأ و بي لهنا. اليرت بي جي سي دي نتاع بلوس اكس بلوس virgule plus y plus égal à واحد منهم، نحط مثلا لهنا 15 و 9 في جي سي دي ما بين 15 و 9 égal à 3، واضح؟ باهي توا نرجعو للدو وايل. الدو وايل هي ريبيتي، ماهيش ريبيتي جوسكا ريبيتي طونك، فهمت؟ احنا ما نقولوا مثلا نقولوا ريبيتي جوسكا ليكس سوبيريور ا زيرو، شنو اللي نقولوا ريبيتي طونك ليكس انفيريور ا زيرو مش سوبيريور ا زيرو، نفسر ريتهم هذوما انا كي نحب ناخذهم بوزيتيف نولي نجي نقولوا دو دو وايل به لهنا ديما برشا عباد تصعب عليها الوايل دو وايل هذيا وفلسيف. انا مش مستانس نقوله، مش مستانس نكتب لهنا نحب ال A superior strictement a zero في بلاصة ما نقعد انا نكتب ده كونديسيون طويلة، حطها ما بين دو بارونتيز باش ما تقعدش تعمل في العكس نتاعها واعمل النوت نتاعها، مفهوم ولا لا؟ دونك اوتوماتيكمون دونك ال A inférieur ou égal à 0 toile. Il y a un exécutif. J'ai un exécutif. Là, là, on colle au mathal. Moins 20. J'ai un colle à tini A. Wadah. Forme. Rigle. Donc, on hante 20. Je vais te t'aider l'île B. Hante mathal 15. Et j'ai cédé un terre. On va tini le valeur. Wadah. Rigle à l'île. باهي شفنا الوايل، باهي هذوما لي فونكسيون توا على الشيء، شوفوهم بالكعبة بالكعبة، شوفوهم باش يعملو، نفهموهم من هنا من الكور، وإن شاء الله البروشين فوا نعملو أون أبليكاسيون كاملة توتال تبدا فيها كل شيء مع بعض، باهي، لهنا عندي شين بونجور، جست هذوما راهم دي كوت، هو يبدلهم واحد، باهي، عندي شين فيها كلمة بونجور، ريتها الشرقات. هي سي هاش دو اي،
نقول سي هاش اكولات اي معناها لهنا الكاركتير نتاع الانديس اي char at position كاركتير على بوزيشن اي واضحه به لهنا حاجه واحد رانا ديما نبداو من الصفر معناها البي هو سي هاش دو زيرو دونك يقول له char at 3 معناها رابع حرف دونك 0 1 2 3 دونك هو جي واضح به char كودات راهو سي ماجسكول الا هوني ما اعطيك الكود اسكي نتاع به CH plus égale à chaîne autre, معناها يلصق فيها. به لهنا بونجور لصق لها chaîne tout le monde. باش نكمل نخدم بالفالور هذايا. مع توا في ليكزومبل هذا الكل باش نكمل نخدم بالفالور نتاع chaîne هذايا بونجور tout le monde. به عندي اندكس اوف هي البوز. اي تخدم حتى مون chaîne فيه بلوس هو. بلوس تلصق في الشين. عندي اندكس اوف. اندكس اوف هي البوز في الجو بوزيشن تعطيني البوزيشن نتاعو يقول اندكس اوف او ريتها لهنا لابليكاسيون كيفاش تسير نتاع الواد ما نقولوش بوز نتاع فلان في فلتان نقولو شين بوان البوز نتاع شكون فهمني معناها البوزيشن نتاع الاو في الشين سي هاش الشين سي هاش بونجور الاو موجوده لهنا بيان سور ديما ديما تبدا من زيرو الشين خامس كاركتير بيان سور لما البوزيشن تاعو في الجو في الجافا سكريبت ديما من الزيرو باه دونك الاو موجوده لهنا يرجع لك اول حرف منين عندي اندكس اوف اما نزيدها انديس نزيدها انديس معناها من الخمسه ابدا لوج معناها كي باش يبدا يلوج من الخمسه ريتو من هنا هذه ماي خمسه سته سبعه اللي هو الاسباس ثمانيه تسعه ريتها الاو جديده هذاك علاش تسعة واضح باهي عندي last index of معناها الاندكس اوف الاولانية تبدا تلوج من الاول last index of تبدا تلوج من الاخر باهي اما ديما ترجع لي بيان سور مش الاخر يولي صفر ديما يقعد الانديس صفر الاولاني كي نقولوا last index of على شين اول او باش يلقى يبدا هكا يبدا هكا ماشي يلوج هكا اما ديما يقعد الانديس نتاعها نفسه ما يبدلكش في الاسم نتاع الانديس واضحة مريقلة به دونك لاست اندكس اوف نتاع الاو باش ترجع لي تسعه اللي هي هذيا توا قالوا لاست اندكس اوف ابارتير من ثمانيه معناها من ثمانيه وانت راجع فهمت من ثمانيه هو راجع باش يولي يلقى باش يولي يلقى الاو هذي مفهومه مريقلة باهي توا عندنا لي سوشين باش ناخذوا سوشين كيما في الجو عندنا زوز عندنا سلايس وعندنا سابستير سلايس ساب استير كيما في الالجو سوشين العاديه في الالجو احنا نقولوا من الى ولا ليه لا نقولوا من قداش في الالجو في الالجو كي تقول سوشين تقولوا من الى ولا من قداش من حرف هز من قداش من حرف ليه ساب استير فهمني فما سلايس من الى اما ريت البوزيسيون الاخرانيه ما يهزهاش ريت كي نقولوا من البوزيسيون 3 البوزيسيون 7 بوزيسيون 3 هي هذايا ريتها هذه بوزيسيون 3 هي جي باش يهز الجي يهز الجي والاو والاو والار واضحة مفهوم ليسباس ما يهزوش توا لهنا من البوزيسيون 3 ست كاركتير باش يولي يهز سبع حروف واحدة من قداش من الى وهذه من قداش اما هذايا راهو درنير بوزيسيون ما يهزش واضحة ده أنا تو أبر كيس ترد لك الشين كلها ماجيسكول ماجوس ماجوس اللي نعرفوها في الألجو ولا في الباسكال مش تخدم لي كان على حرف ما تخدمنيش على شين لهنا لا تنجم تخدم على شين على حرف مثلا كان تحب حرف بركة ترد له ماجيسكول قلت لك بدل لي الحرف لو تعمل ماجوس نتاع سلايس ولا لا حرف الأول في نفس الشيء في الشين نفس تعمل كان نعمل سلايس باش نهزها من الشين انا ذيك انا نحب على نفس الشين نعمل سي هاش بوان شار اد دو زيرو باش نكسيدي للحرف الاول بوان تو ابر كيس واضح كيما عندي تو ابر كيس عندي تو لور كيس
وعنا لاني فونت كولر فونت مين؟ لا معناش مينيسكول في الالجو مين معناها ماجو مين فهمني لاني عندي فونت كولر تابليكي لك كولور على تكست واضحه دونك هكا بارمي لي رمارك قالك راهي شين تبدا من بوزيسيون زيرو قالك في الكام تاع الاندكس اوف وسب ستير كي ما يلقاش الشين فهمني يرجع لك موانزا خاطر احنا مستنسين في البوز كي ما نلقاش الشين رجع لي صفر ما صفر هو الحرف لو خاطر لهنا لهنا صفر هو الحرف لو يرجع لك موانزا معناها مش موجود يعطيك صح صفر هو الاولاني سي لا شين اي فيد يرجع لك زيرو باهي توا هذوما كيلكو فونكسيون من البيبليوتيك مات باهي احنا عندنا دي بيبليوتيك حاضرين نخدموا بها باهي بيبليوتيك مات لان انا راني هزيت كيلكو فونكسيون لي بلوز او موان نستعملوا فيهم معناها خاطر فما برشا باهي عندي لا بي اس فالور ابسولو نابليكيها ديما المات ام ماجوسكول مات بوان بي اس عندي الراوند اللي هو الارونديسمون عندي راندوم يرجع لي ان ريال ما بين 0 و 1 مات بوان بيان سور راني نعطيك انا ديجا نكتب لك ديما ليكزامبل هنا باش تفهم عندي الراسين كاري عندي ليفال نجم نستعمل ليفال ولا مات بوان ايفال كيف كيف عندي سوي ترجع لك العدد اللي من بعده ديما ريت كيلكو سوا العدد اللي باش تكتبه لهنا تعطيك لونتي اللي من بعده عندي فلور شنو ترجع لك كونتي ريتها تعطيها اي عدد اوكي باش ترجع لك لونتي اللي من بعد عندي فلور ترجع لك لونتي بيدو معناها تنحي الفاصل واضحة معناها لهنا كي نحب نعمل ديف ومود كي نحب نخدم بالديف مود عندنا موجود ما عندنا سبير بركه ما عندناش ديف نعمل مات فلور بوان فلور نتاع السبير ما السبير هذاك باش يرجع حاجه بالفاصل نولي نحيها عندي فونكسيون ماكس ومين فهمتني تعطيك اكبر وحده والمين تعطيك اصغر وحده تحطهم في بعض شو معنى تحطهم في بعض هما دي فونكسيون تعرف انت في الفونكسيون تنجم لونتري نتاع الفونكسيون يكون سورتي نتاع فونكسيون اخرى فهمتي خنتي ماكش مستانس ما نعرفش انا جي تعمل جيت عامل مثلا لانف سي هاش تاع سي هاش بلس سي هاش اخرى سي هاش 1 بلس سي هاش 2 هكا عديت لها عديت لها ايكواسيون انت بلوز او موان عديت لها كونكاتيناسيون تاع دو شين وبعد حسب لك اللانث نتاعها اللانث زاده فونكسيون حاضره فهمت وعندي لهنا الحاجه المزيانه عندك البويسونس تقاش تخدم فيها فو واضح مفهومه به هذوما كيلكو فونكسيون تبدا هذوما راهو بيان سور يلزمك تخدم بهم شويه باش يقعدوا في مخك فهمت لا ديجا خدمتوا بهم انتوما في تي بي باه دونك لهنا نجي انا باش نختار باش نسمي فاريابل دي تي باش نجم بعد نخدم عليها نيو ديت تعطيني دات نتاع السيستم دات نتاع السيستم كامله فهمت كامله معناها تابعه جرينيتش بلس قداش وما نعرفش شنو وفين اورير وفين باه عندي جيت ديت تعطيني جور نتاع الشهر اللي انا فيه جيت ديت تعطيني جور نتاع السمين اللي انا فيها لا لا مش تتصب دي تي دي تي بوان جيت ديت لا باش تصبها في حاجه اخرى عاده تصبها في فاريابل جي مثلا فهمت جي تقول له جي رسوا دي تي بوان جيت ديت معناها خذ لي جور من الداتا هذيك الكل الجيت داي هذيا ترجع لي نومرو نومرو الجور في الجمعة هذيك هذيك لوبجي دات نتاعي احنا باش ناخد دات تاع السيستيم نعمل نيو ديت لازمني نسجلو في اوبجي نجم لوبجي نابليكي عليه خاطر بار اكزومبل تنجمش تجي ما عندكش الشين وتقول لي لانف نتاع شنو اي ديكلاراسيون نتاع فاريابل انا سميتها دي تي الفاريابل فهمت واضح ولا لا وانت مثلا مش تعمل لانث نتاع شين تقول سي هاش بوان حاج بوان لانث لهنا ما تنجمش تقول جيت ديت نتاع شين وبعد كل بقيت النهار اي هذوما باللي فونكسيون هذو دونك عندي جيت ديت جيت ديت ترجع لي نومرو مثلا 31
كما نقولوا اليوم لو 4 جانفي رجع لي لو 4 بار اكزومبل الجمعه نتاعنا تبدا بديمونش ديمونش صفر وسامدي باش يكون 6 فهمتني اليوم ما سامدي جيت داي باش ترجع لي 6 جيت فولير ترجع لك العام باربع شفروات معناها 2020 جيت يير ترجع لك 20 برك واضح عندي جيت اورز ترجع لي سوايع ملي سكوند مينوت شهر شهر وسكوند وتاي حاجه واحده حاجه واحده راهم لو شهر جانفي يبدا بصفر دونك ديما الجيت مانث ترجع لك موانزان بارابور لو معناها كي تحب تافيشي مثلا ريت كان تافيشي توا اليوم الدات مثلا مش تافيشي لك 04 عرفت اجا لنا 04 00 يعطيك الصحه اجا ما نخدموها احنا علاش نكسر كريم بي نقولوا دي تي ايجال نيو دي تي ايجال نيو ديت دي ماجيسكول نتاع الديت بي ريت توا نعمل دوكيومنت بوان رايت دي تي ريت هالداتا يعطيك الدات كامله بالجي ام تي نتاعها بكل شيء تعطيك اه تاخذوا نوامر خاطر احنا جيت مانث هي صفر هو جانفي فهمت احنا نزيدو بلس ان بي شنو نعملوا احنا لا ناس مختلفه يا سيري اخي مادام كتبتها في رايت نكتبها في الاليرت نكتبها وين حد بي ها آه مثلا الاليرت بار اكزومبل dt.get date بلس سلاش بلس dt.get math بلس سلاش بلس dt.get whole year لحظة برك ما مش نوريهم بعد ريت لهنا جي 4-0-2020 غلط فهمت هو مش غلط هو كي كي يشوفوز لهنا 15 بلس 1 لهنا باش تجيني صحيحة زاد جيني 0-1 لصقت لها يعطيك الصحة نعمل بارونتيز نعمل بارونتيز يولي يحسبها ما عادش يلصق فهمت واضحة معناها يا ريت هي كان جات 11 ولا جات 11 في الشهر 11 تولي لي 11 تولي لي 111 خاطر الصق الان مش تجمع تولي لي 21 باش نزيدو 1 في الاخر باش يجيك 1 اي تولي لي 11 واضحة مري قلها باهي هذا توا لوبجي دات كيفاش نستعملوه توا دوما لي فونكسيون فانكشن اسمها ولي زارغومون لهنا ما عادش اسمهم بارامتر تعرف معناه بارامتر حاجه عندها اسم وتيب ارغومون اسم برك فهمت القوه نتاعها لي بلوك نتاعي ونعمل ريتيرن باه مكتوبه ريتيرن بالغلط لهنا نصلحها نرجع الكود نصلحها نعمل ريتور ونحط اسم الفاريابل اللي باش نرجع وليت فونكسيون نحي الريتور تولي بروسيدور باهي مثلا ناخذو بار اكزومبل نعملو فونكسيون سوم ولا فونكسيون اي حاجه باهي نجي نعمل فانكشن افيش افيش دات القوه نتاعو ما عندوش بلاصه ديكلاري فيها فونكسيوناتك وبلاصه تخدم فيها لا شو اخسر لهنا عارف شو نسجل ريت لهنا في شيري برك علاش خدمت هاي لا مخدوم صافي خدم شبيه ما عملتش اليرت ما عيط ليش
دونك نعمل افيش دات نعيطلها تولي تخدم واضحه هكا خدمه اوتوك بروسيدور قاعده تفيش ما فيهاش حتى ريتر مي نجم نخدمها فونكسيون معناها معناش هوني بروسيدور لهنا نجي نقولو return A plus B باهي par exemple لهنا باش نجي نقولو document ولا alert alert مثلا la somme A plus نعطي function sum ونعطيها variable مثلا 5 و 3 5.3 ما هي عندها دو فالور نعطيها دو فالور دونك لهنا لا سوم اي 8 تحسب وترجع لي وتلصق ديريكت في الميساج مفهوم مي شنو اخر توا باش نتعداو تو سكي جيستيون دي زيفينمون اللي عندنا دي زيفينمون في ال في لي فورمولير نتاعنا ولا في الباجيت نتاعنا لي فورمولير هذوكم نجمو نعملو لهم جيستيون نتاعهم ابارتير من الانتراكسيون مع لوتيليزاتور اون كليك اذا كان نزل اون دابل كليك كان عمل دوبل كليك اون ماوس داون اون ماوس اب اون ماوس اوفر اوت فهمني هذوك ماكم مفسرين لهنا لهنا داون ريت لهنا داون والاب جينيرالمون بار اكزومبل احنا في خدمتنا انا اون طونك مثلا نبدا نعمل في ديفلوبمون تاع جو في التير في جو دو تير بار اكزومبل اف بي اس ولا حاجه با لي داون و اب مثلا كي تنزل على السوري ماهيش اون كليك هذيك علاش خاطر كي نسيب ديجا الكليك نتاع السوري كي نسيب البوتون يقف من الكرتوش فهمت دونك هذوما دو زيفينمون ريت في ريت كي تولي بعد ان شاء الله تولي ديفلوبي دي جو تولي عندك اسبري نتاع الاسبري نتاع الجيمر اللي موجود فيك مع الاسبري نتاع الديفلوبمون نتاع لي جو تولي عندك دو زيفينمون خاطرتي تقول كي ننزل يضرب وكي نسيب يقعد يضرب علاش خاطر فما ايفينمون ديكلونشي ديجا نزلت خليته يضرب لازم نعمل ايفينمون اخر نقول له كي نسيب راهو باش يقف الضرب فهمت او ماوس اوفر وقت اللي ندخل في الزون بار اكزومبل عندي تصويره فهمتني كي نبدا نتحرك في وسط التصويره يصير ايفينمون كي نخرج من التصويره ريت لهنا اوت كي نخرج من التصويره نعمل ايفينمون اخر فهمت اي بيان سور لاني عندي اون كي بريسد وقت اللي تنزلت فلسة تنزلت وكان معناها نزل وسيب فهمت لهنا اللي تولي اون كي داون اون كي اب كيما في الجو كي ننزل يقدم وكي نسيب يقف فهمت دو زيفينمون واضح بي اون كي لي هوني هوني هي كي من بعد فما كيفاش نختاروا انا هي الكي تاع توا في لي فورمولير في لي فورمولير معنا باليز اسما فورم في الفورم ما عندنا الميثود نتاعنا وعندنا لاكسيون نتاعنا الميثود بوست ولا جيت ولاكسيون الباج اللي باش نمشي لها عندها هنا نعملو اون سبميت مش احنا كي نعملو فورمولير معنا بوتون انفوي وبوتون ريتابلير واحده سبميت وواحده ريزيت دونك اون سبميت معناتها وقت اللي صار انفوا كي باش ننزل باش نعمل انفوا يعمل فونكسيون جينيرالمون هذه اكثر حاجه باش نخدمو بها على خاطر انا باش نعملو دي زيفينمون مع الفورمولير انه وقت اللي ينزل باش يبعث الفورمولير نتستي اسكو الفورمولير اللي كتبه هذاك صحيح ولا لا ولهنا اون ريزيت وقت اللي باش بار اكزومبل اذا كان باش نانولي لي دوني هذوك باش يعاود يرجع من الاول فهمت نجم مثلا نعمل ايفينمون نعمل فونكسيون وقت اللي ينزل نحطها لهنا لهنا لابيل سير ديما في الباليز نتاع الفورم نقول له وقت اللي يصير ريزيت للباج معناها الفورمولير هذاك نجم نعمل له مثلا يكونفيرمي يحب يعمل ريزيت ولا لا باه توا في لي زون دو سيزي لي زون اللي نكتبو فيها انا اون تشينج وقت اللي يصير شانجمون كي نكتب فالور واضح كي نكتب فالور نجم نعمل ايفينمون مثلا بار اكزومبل هو جينيرالمون ليفينمون نيت هذوما نعملو بهم احنا ديكلونشمون بالبي اتش بي بار اكزومبل كي تبدا تعمل في انسكري في سيت ولا في اي حاجه تويتر فيسبوك اي حاجه ساعات تكتب انت
تكتب النيم نتاعك ولا معناتها شو اسمه البسودو نتاعك فهمني، يقول لك راه البسودو هذاك يوتيليزي كي يصير شونجمون. اش معناها؟ معناتها وانت قاعد تكتب بدلت عملت شونجمون نجم نديكلونشي فونكسيون شتعمل تبعث الاسم هذاك تشوفه في الباز موجود ولا لا فهمتني، وترجع لي في وقتها. معناتها مش لازم حتى لين نكمل نعبي فورمولير كامل باش يقول لي راه الاسم غلط. باهي عندنا لهنا لي زيفينمون اللي يصيروا على الدوكيومون ويصيروا على لي زيماج. عندنا اون لود كي نبدا باش نشارجي دوكيومون ولا باش نشارجي ايماج نجم نعمل ايفينمون. عندنا اون لود فهمتني، عندنا اون ابورد. اون لود معناها اول ما تتحل الباج مثلا ولا اول ما تتحل حاجه ديجا فاز نخدموا فازه. نجي نعمل انا لهنا نعمل فانكشن مثلا هلو مثلا alert welcome باهي، وكيما نقولوا فانكشن باهي باهي. نجي لهنا هذوما ما نعيطلهمش، نعيطلهم في البادي ولا في الباليز ايمج. خاطر اعذر شو لهنا اش قلت لك راه هذا ابليكابل على الدوكيومون. شكون الدوكيومون؟ هو البادي نتاعك ولا على الباليز ايمج؟ باهي نجي نقول له اون لود راني باش نعيط الفونكسيون هلو وان ان لود راني باش نعمل فونكسيون با واضحه باه. توا ريت اول ما نجي ندخل يقول لي ويلك فهمتني، كان نسكر نعمل كيتي على هنا هذايا ما نعرفش مازال يخدم ولا لا. باهي نعاود نجربه. هي كانت تخدم على ال على الاخر. علاش تقول لي هكا؟ لا نجربو نبدلو باج احنا بار اكزومبل نكتب تيست 2 و نورمالمون في الفيرسيون القديمه نتاع الانترنت اكسبلورر مستنس كي تسكر الباج اوتوماتيكمون يخرج لك الميساج. اش فيه هذا ولا اون دوبل؟ ما علينا نزيد نشوف شنو هي الحكايه. اما هذه لا فاشون ديكريتور الصحيحه نتاعها. نورمالمون تخدم على الانترنت اكسبلورر الاخر هذا نورمالمون ولا على الايدج. ما علينا تم بعد نشوف ولا شنو هي حكايتها. باهي كيما عندنا دوتر ايفينمون لهنا نجمو نخدمو عليها. عندنا امبلور
فهمتني؟ اون بلور معناها مثلا نبدا واقف في شون وخرجت من الشون، فهمتني؟ نعمل اون بلور. عندنا اون فوكس كي ندخل في الشون، عندنا اون ايرور صار لي ايرور في الجافا ولا حاجه، عندنا اون ماوس موف كي تبدا السوري قاعده تتحرك، عندنا اون سيليكت، فهمتني؟ فما برشا فما برشا سيتات باغ اكزومبل تسيليكسيوني كي تسيليكسيوني تكست ما بتنجمش تعمل له كوبي، فهمتني؟ فما ما نعرفش كان جاتكمش هكا فاز انت تعمل هكا باش تسيليكسيوني، انت تسيب وهو يتنحى، انت هذيك ايفينمون سيليكت كي يسيب السيليكت ينحي لك سيليكت، ما تنجمش ديجا انت تعمل هكا تسيب تلقاه هكا عادي كانك ما سيليكسيونيتش. باهي هذوما لي زيفينمون على شنو يخدموا، فهمتني؟ على الويندو، على الدوكيومون، على لي ليان شنو يخدم، على لي زيماج، على الفورمولير، هذا من بعد كي تحب ترجع تشوف كل واحد على شنو تخدم، فهمت؟ دونك هذوما على لي بوتون. دونك لهنا باش نخدموا توا جيستيون دو فورمولير في جافا سكريبت، هذا اخر بارتي، فهمتني؟ فهمت علاش قلت لي المره الاخرى مرة انا ما فهمتش، قلت لك راه معلم تسمى قعدت معاكم برشا وهكا انا نقريها بعد تخدم ابليكاسيون بوب 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 هي تلقى روحك دو سيونس كملت فهمت عاملين 8 سيونسات تعاودوا فيه نعطي الله على بليز. به يلا جيستيون تاع الفورمولير تاع الكونترول تاع زون دو تكست، نحب نعمل كونترول على زون دو تكست موجود. باهي باش نسهل على روحي نجم ناخذ اسم تاع فاريابل ونصب له دوكيومون بوان اسم الفورمولير بوان اسم الزون بوان فاليو، معناها صبيت الفالور نتاعها، واضح؟ لاني موديفيكاسيون كي نحب لاني ريتا افكتاسيون اي ريكوبيراسيون، معناها باش نريكوبيري الفالور اللي موجوده في الزون بعد فاريابل مثلا هذه اسمها اكس، كان الاكس فارغه كان الاكس اكبر من درا شنو كان الاكس درا شنو انسي دو سويت. لاني في الموديفيكاسيون مثلا لاني دوكيومون مثلا باش ناخذ الكاز ونبدل فيها نحط انا فيها فالور، فهمت؟ بار اكزومبل اون سيبوز هو كتب باسمه وانا اوتوماتيكمون نكمل كتب باسمه نعمل له ميزاجور، نعمل شو اسمه ماجيسكول لاسمه، نبدل له اسمه كله ماجيسكول، فهمتني؟ نيجا نجرب واحنا اش عندنا نعمل فاضيين كيما قال الاخ فاضيين شغل راح عليا فونكسيونيت هذوما. باش نعملوا فانكشن نسميوها ماجوس. شنو خويا؟ باش نحيها باش نحيها بدلها متبادل. مثلا باهي اجا نعملو فورمولير على رواحنا باليس فورم فورم نيم نتاعها باش نسميها اف، الميثود نتاعها بوست، الاكسيون نتاعها بون خليها تا من بعد نعملوها. يا عاد انا باش نجي بار اكزومبل نقول له مثلا تبي فوتر مثلا نو نعم باليز بير باش يرجع للستر، باش نحط انبوت تايب تكست نيم نتاعها مثلا نسميها نو، فهمتني؟ باهي هذا باش جوست باش نوريك شنو باش يطلع لي. اوكي زون دو تكست نكتب فيها، فهمتني؟ نحب كي نخرج من زون دو تكست تبدل لي كلها ماجيسكول، واضح؟ معناتها ريت لهنا نخرج من زون دو تكست تبدل ماجيسكول. شنو نعمل؟ نولي ريكوبيريها. ريكوبيريها كيفاش؟ نجي نقول له مثلا اكس رسوا اف بوان، نجم نقول دوكيومون بوان اف، نجم نقول اف ديريكت انا في نفس الدوكيومون اف بوان اسم الزون نو بوان فاليو، ريكوبيريت الفالور نتاعها. بعد نجي نقول له اف بوان نو بوان فاليو رسوا شنو اكس بوان تو ابر كيس، واضح؟ بعدين شنو راه صبيت له الماجوس نتاعو. باهي لان شنو نعمل؟ نعملو اون شنو؟ انا حاب كي نخرج اون بلور. شنو الفرق بين اون بلور و
اون شينج سي بدلت فيها وبدلت فيها حاجه ما بدلتش فيها ما يتبدلش نعملو اون بلور كي خرجنا من الشان نعيط الفونكسيون نتاعي ما جوس باهي ونتستي لاني نكتب مثلا طارق خرجت تتبدل بالماجيسكول واضح مفهوم باهي جرب اون تشينج لهنا بون لهنا خاطر احنا نبدلو فيها ماجيسكول مع اذا كان بون لون تشينج لهنا ما تخدم كيما تبدل الفالور كيما ما بدلتهاش ما تخدمش الفالور تقعد نفس معناها باهي هاو تنقول لك لا هاو تنقول لك اليرت كيما خلي الاخر نخدم باهي ريت انا لهنا كتبت طارق خرجت باش تقول لي راني خدمت دخلت وعاود خرجت ماهيش بتخدم علاش؟ جي با شونجي دو لا فالور كان لهنا ريت هكا باش تخدم خاطر بدلت الفالور فهمتني؟ الاخرى كيلكو سوا ندخل نتحرك خرجت من الشون ديريكت ديتكتي فهمتني؟ واضح؟ جوك باهي باهي دونك هذوما خدمتهم لك زوز مع بعضهم معناها يعني ديجا وريت كيفاش تريكوبيري كيفاش تحط بيان سور انت تحب تسهل على روحك من بعد تنجم تجي تقول له اف بوان نو بوان فاليو بوان توا بركي صب هذا في هذا تحب تستعمل فالور ولا تحبش تحب تستعمل فاريابل معناها اخرى ولا لا توا على لي بوتون راديو لي بوتون راديو انا اللي هما مثلا في الجونر تختار سكس نتاعو ام ولا فام معناها بوتون يا هادي يا هادي الفيريفيكاسيون تاع ليتا باش تشوفها تشيكد ولا لا البوتون راديو هذيك نجم اوتوماتيكمون تعمل تيست لهنا تشوف الفالور تشيكد ولا لا كيفاش تيست دوكيمون بوان اسم الفورمولير بوان اسم الكاز نتاعك لانديس لانديس كالعاده يبدا من الصفر دونك كي لانديس زيرو نتستي بوان تشيكد ولا لا كي نحب نريكوبيري الفالور نتاعها بوان فال نحب نريكوبيري البوتون راديو هذوك قداش فيها من كعب بوان لاف واضحة باه لي كازا كوشي لي كازا كوشي لهنا اليوم تنجم تختار واحدة كيما تنجم تختار برشا فهمتني دونك لاني دوكيومون بوان اسمها بوان اسم الكازا كوشي بوان تشيك باش نشوفها تشيك ولا لا بوان فاليو باش ناخذ فالور نتاعها توا ليست دو سيليكسيون باش نختار مثلا من ليست فهمتني اسم الليست تولي بوان اوبشنز مش اسم الليست دو اي مش كيما هذم هذه يوصل لهنا اسم اللي اسم الكاز والانديس لهنا لي اسم الليست بوان اوبشن دو اي واضحه ولهنا بوان اوبشنز تاخذ اللانث نتاعها به الليست دي رولونت ليست دي رولونت عندها حاجتي عندها تكست وعندها فالور فهمت معناتها عندها تكست نتاعها وعندها فالور نتاعها انا باش نخدمو اكزامبل انا جوست نحب نفسرهم لك مع بعضهم كي نخدم اكزامبل تبدا فاهم فاش نحكي عندها فاليو انتر الفاليو هي اللي تتبعث فهمتني والتكست ذاك التكست يظهر لك ليك انت باهي سيليكتد اندكس باش نعرف وين هو الانديس سيليكسيوني واضح دونك لهنا في البروبريتي نتاعها نجم نجي نقول له لوبسيون الفلانيه اسكو سيليكسيوني ولا لا نجم نقول له اعطيني التكست نتاعها كيما نجم نقول له اعطيني الفاليو نتاعها واضح هذا باش نزيد مثلا بالجافا سكريبت نزيد اوبسيون جديده نجي نقول اسم تاع فالور نيو اوبشنز نعطيها التكست والفالور نتاعها ونجي للليست نعطيها بوزيسيون معينه ونحط لها الفالور واضح كي نحب نفسخ كعبه نجي للمعينه نحط لها نيو نجي الكعبه منهم نصب لنا تتنحى من الليست هذا مريت اللي باش تلقاهم في الكوره هذوما كما قال الاخر عصارة الخدمة هذوما اللي مكثر مكثر مانيش باش نقول لك اما مكثر هذوما اللي يجيب معناها ريت في دوفوارات في تستيلك زون دو تكست فارغة هاو كيفاش تستيلك زون دو تكست ما تفوتش عشرة ولا يلزمها عشرة
انسي دو سويت تلقى ديسكريبسيون نتاعها، تلقى خدمتها تحت ديسكريبسيون نتاعها هاكم ما شاء الله. هذوما اللي ياخذ فيهم الدفوارات مننا معناتها من الخدمه اللي خدمناها الكل.